بعمر لا يتجاوز 18 عاما، تلفظ بناية معهد الفنون الجميلة في البصرة أنفاسها الأخيرة. الطلبة والكادر التدريسي يعيشون أوقات مرعبة أثناء فترة الدوام الرسمي، فالقاعات والممرات آيلة للسقوط بأية لحظة. الإدارة التي تحفظت عن الحديث لوسائل الإعلام أكدت مخاطبة مراجعها وإعلامها خطورة الموقف. بناية إنشأت بال 2005 تسقط هسه احنا 2023، يعني ماكو هيك، اكو بنايات عندنا بالستينات وبالسبعينات بعدين تلقاهن جدد مو هيك. فقلت لك يعني هذا فشل 100%، بينما هاي جاية يعني تهدد حياة الطلبة، تهدد حياة التدريسيين، تهدد حياة أي كائن هنا، أي أحد، يعني بناية متهالكة ما جاي نشوف أي إجراء من أي جهة كانت. غلق للقاعات ووضع الحواجز لبعض الممرات هو الإجراء الوحيد الذي اتخذته إدارة المعهد، والتي أشارت إلى أن إعادة تأهيل البناية يحتاج إلى تخصيص مالي، وذلك مرهون بإقرار الموازنة العامة للبلاد. المعهد بقى بهذا وضعه، ومثل ما جاي تشوفون أنتم المعهد يعني كلش مزهالك، على الرغم من أنه هو بناء يعني مو بصورة قديمة، يعني هو هسه بس هو تهالك يعني. وإحنا نطالب يعني أنه بإعادة بناء، لأن هو يعني معهد فنون وهو الفن يعني أساس، لازم يكون أساس بالمجتمع. على الرغم من ذلك أنه هم ما جاي يستمعون إلنا وما جاي يستمعون إلى يعني المناشدة اللي جاي نناشدها إلهم. أكو الأماكن اللي بيها مخاطر يعني مثل اللي الإدارة وضعت حد إلى أنه الطالب لا يصل إليها، لأن هي أول تالي راح تسقط على الطالب، وشفتها أنت يعني والتقطتها الكاميرا هم يعني تأثيرها على الطالب كلش خطر، وجوز مو على الطالب هم، يجوز على الكادر التدريسي، وبأي ساعة وأي ثانية يجوز تسقط هي. ما تتعرض له بناية الفنون الجميلة والمخاطر التي تحيط بالطلبة والتدريسيين يستدعي تدخل الجهات الحكومية بأسرع وقت قبل أن تحل كارثة لا يحمد عقباها. أثير العبادي، وان نيوز، البصرة.